كرة العائلات الموسم الخامس ومباراة قوية جدا في دور الثمانية، وهفكركم بالنتيجة. عائلة علي الكتكات الجيزة 150، عائلة طه سيوف اسكندرية 120. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل للمربع الذهبي، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل عيلة، وأول سؤال سراج مصطفى طه. اتفضل يا سراج. شوف سراج مصطفى طه، والسؤال الأول لعيلة طه، وموضوع السؤال إيه؟ سويتش. معلش يا سراج، ما فيهاش حاجة. عيلة علي من حقك تختاروا موضوع السؤال، تحبوا يتسألوا في إيه؟ رياضة. رياضة. سؤال بعشرين نقطة ولا تلاتين نقطة؟ عشرين نقطة. رياضة. والسؤال هو، من هو اللاعب صاحب أسرع هدف في تاريخ الكلاسيكو الإسباني في كرة القدم حتى عام 2022؟ مش هقدر أديكوا غير معلومة واحدة، سجل الهدف بعد مرور 21 ثانية. راؤول. راؤول جونزاليس. إجابة خاطئة. في إجابة؟ أيمن. ميسي. ولا ميسي. أيمن، إجابة خاطئة. موسم 2011-2012، الماتش انتهى 3-1 لبرشلونة، وهو اللي سجل هدف ريال مدريد. مفاجأة. كريم بنزيمة. هو سؤال فخ الحقيقة. نعم. السؤال الثاني ريهام عبد الدايم. اتفضلي يا ريهام. ريهام مرات أشرف علي. هنشوف ريهام السؤال الثاني. قدرات ذهنية. سؤال ده 20 نقطة ولا 30 نقطة؟ عشرين. قدرات ذهنية. والسؤال هو، هل المسألة الآتية 15 في 15 في 2 ناقص 145 يساوي كام؟ 15 في 15 في 2. يا إجابتك 305. 305 علي، برافو عليك، إجابة صحيحة. أيمن برافو عليك، 170 عيلة علي، 120 عيلة طه. السؤال الثالث، أدهم الحمادي. لو السؤال ده فلت المباراة اتحسم. رياضة، ما عندناش اختيار طبعا، لازم ندوس على البازر يا يحيى. رياضة. والسؤال هو، من هو اللاعب الذي سجل هدف فوز الكاميرون على البرازيل في كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في الدقيقة 93 مونديال قطر؟ أول فوز لمنتخب إفريقي على البرازيل في تاريخ كأس العالم. آسر إجابتك. أبو بكر. فينسنت أبو بكر أو أبو بكر، إجابة صحيحة. 30 نقطة، مهمين جدا. 150 عيلة طه، 170 عيلة علي. سؤال الأخير، يمنى ياسر. طبعا دلوقتي بتقولوا ازاي ما ناخدش الجوكر في القدرات الذهنيه. معلومات عامه، السؤال الاخير لو اجابته غلط وتجاوب من عيلة طه، عيلة طه اتعدلت، وفي الحاله دي هنلعب على الهدف الذهبي.
يا رب. معلومات عامة والسؤال هو: ما هي الدولة الأعلى إنتاجاً للذهب في قارة إفريقيا عام 2021؟ حوالي 117.5 طن. في إجابة؟ فيها. تفضل حسام، إجابتك جنوب إفريقيا. جنوب إفريقيا الثانية ب 100 طن. إجابة خاطئة. يحيى. مالي؟ مالي الرابعة. خلاص ماشي الحمد لله. إجابة خاطئة. مالي 63 طن. مين الدولة اللي كانت متسمية بساحل الذهب؟ غانا. غانا. غانا هي فعلا غانا. ألف مبروك. الله يبارك فيك. هارد لك. هارد لك. أفضل لاعب في ماتش النهاردة الأستاذ مصطفى طه 70 نقطة. عيلة طه ودعت البطولة، ولكن عيلة طه الحقيقة يعني نيجي تاني إن شاء الله. أكيد هتيجوا تاني إن شاء الله. يحيى هيجيبكوا غصب عنكم إن شاء الله. أنا فعلا فخور بيكوا كعيلة، فخور بتربيتك لولادك يا مدام مي. الحمد لله. شكرا بجد يعني ما شاء الله عليهم، حاجة مشرفة. شكرا يحيى، اللي انت عملته ده انجاز. الحمد لله. يعني سؤال واحد كان ممكن تتعادل. صح. انا عارف انك هتزعل لان انا كمان زعلان، ولكن اللي انت وصلت له ده عظيم. شكرا. وعايزك تبقى فخور بيه. حاضر. كلنا نحيي عيلة طه. عيلة علي إلى المربع الذهبي، ألف مبروك لعيلة علي. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصلت عليها عائلات مصر في حلقة النهاردة 320 نقطة، وكل نقطة بألف جنيه بما يساوي 320,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 4,492,500 جنيه من البنك الأهلي لدعم المرأة المعيلة والشمول المالي. كلنا نحيي عيلة طه. عيلة علي إلى المربع الذهبي، ألف مبروك لعيلة علي. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. هذا البرنامج برعاية